حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. شهدت أسعار الدينار العراقي انخفاضا أمام الدولار الأمريكي بعدما ارتفعت يوم أمس الاثنين في البورصة العراقية. سجل الدولار الأمريكي 1453 دينارا بعدما كان ب 1443 أمس الاثنين، بينما شهدت الأسواق المحلية الثلاثاء انخفاضا طفيفا وتدريجيا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لتعود مجددا للارتفاع. أثار قرار وزارة النفط رفع أسعار الغاز المجهز للسيارات موجة غضب واسعة بين العراقيين، حيث اتهم المواطنون الوزارة بالفشل وهدر المال العام والفساد، وطالب مدونون وناشطون وزارة النفط بالكشف عن أسباب رفع أسعار الغاز المجهز للسيارات إلى 300 دينار عراقي للتر الواحد ابتداء من شهر تشرين الأول المقبل. واستغرب مدونون من فوضى القرارات التي تصدرها وزارة النفط في بلد نفطي مثل العراق، وتساءل الناشطون عن مليارات الدولارات التي تستحوذ عليها الوزارة من بيع النفط الخام. أجبرت أزمة الوقود في محافظة نينوى العديد من المصانع الإنشائية في المحافظة على الإغلاق، وقالت مصادر محلية في المحافظة إن توقف المصانع دفع أصحابها إلى الاستغناء عن العاملين فيها، ما تسبب بقطع أرزاق المئات من العاملين هناك، مشيرة إلى أن توقف تلك المصانع سيرفع من عدد البطالة ونسب الفقر في نينوى والتي بلغت أرقاما قياسية. هذا وأكدت المصادر أن إغلاق المصانع الإنشائية في المحافظة سيؤثر سلبا على مشاريع الإعمار التي تعتمد على هذه المصانع بتوفير المواد اللازمة للعمل. قالت صحيفة كوميرسانت إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في الميزانية أو في ميزانية عام 2023. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الروسية تريد على وجه الخصوص رفع رسوم تصدير الغاز بنسبة تصل إلى 50% والبدء بفرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أحد أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الزجاجية في أوروبا ستتوقف عن العمل في القارة العجوز، وبحسب الصحيفة فإن الشركة سترسل نحو 1500 موظف من أصل 4500 موظف في إجازة مفتوحة، مضيفة أن هذه الشركة وهي شركة ARC International ليست الوحيدة، بل هنالك الكثير من الشركات التي ستجبر على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد انخفاضها في مستهل صباح هذا اليوم بفعل قلة المعروض ورفع الإغلاق عن بعض المدن الصينية، ما يدفع ثاني أكبر مستهلك للنفط إلى المزيد من الاستيراد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 92 دولارا و14 سنتا للبرميل بحلول الساعة الرابعة والثلث بتوقيت غرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 دولارا و69 سنتا للبرميل الواحد. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات والمعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.